نتطرق لموضوع المهم وهو الأنيميا اللي يخص بالبلود سيركوليشن. فما ممكن انه نتحدث عن الكاردياك ديزيز وعن الانتيكوجولانت والهيموريج وما ناخذ الأنيميا اللي هي فقر الدم. ففقر الدم هو من الأمراض الشائعة والكومن اللي هي تخص البلود سيركوليشن. So the define as a decrease in the circulating of the RBC mass. فإذا هنا من نتحدث عن الأنيميا فلازم نتحدث فقط على كتلة الـ RBC. The usual criteria اللي هي الـ HB of less than 12.5 gram per deciliter in women and less than 14 gram per deciliter in the men. يعني إذا كانت أقل من هاي النسب بالنسبة للمن والومن راح ممكن تحدد بحالة الأنيميا. Caused by acquired or hereditary abnormalities of RBC. هنا ممكن أسباب الأنيميا يا أما تكون acquired مكتسبة أو hereditary اللي هي وراثية. فممكن نلخصها بالأمراض المكتسبة أو الوراثية حسب source of disease. Symptoms of anemia. علامات الأنيميا يعني الكومن كلينيكال ساينس ممكن انه تؤثر على كل اعضاء الجسم يعني all organs body are affected by anemia. اللي تكون باللون الاحمر هي معناتها شنو سيفير انيميا يعني في حالات الأنيميا الحاده. فاذا كان تاثيرها على السنترال سيستم راح تسبب حالة الفتيك والديازنس آن بيتن. أما تأثيرها على البلد فيزلز لو بلد بريشر راح تقلل من ضغط الدم. تأثيرها على الهارت راح تسبب له بالبوتيشن رابيد هارت ريت تشيست بين انجينا آند هارت تاكت. تأثيرها على السبلين اللارجمنت على الآي يلون. هاي من العلامات الواضحة لو شلون الشخص الأنيميا انه يكون بيل كولر بالنسبة للآي. السكين ايضا بيلنس كولر كولدنس يلونج كل هاي علامات ممكن انه تميز حالة الانيميا. الرسبيراتري شورتنس اوف ذا بريث مسكولر ويكنس انتستينال تشينجينج ستول كولر. هاي كل هالعلامات ممكن انه يا اما تحطونها على هاي النقاط الموجودة عندكم أو موجودة بالصورة أيضا وبشكل أوضح ممكن تكون أكثر مفهومية من التعداد. Classification of anemia قلنا التقسيم العام يا أما يكون وراثي أو يكون مكتسب. أما التقسيم الثانوي أو التقسيم الآخر نقسمها اعتمادا على من على الـ RBC. Anemia associated with the decreased RBC protection. يعني هنا قلة بتكوين الـ RBC. يعني البون ومارو ما جاي يصنع لي RBC بشكل صحيح. فهي هنا أسبابها تكون iron deficiency anemia, thalassemia, anemia due to chronic disease and renal failure. واضح؟ أما الأنيميا اللي هي سببها increase RBC destruction يعني السبب الثاني هو أنه البون مارو ينتج لي RBC بالشكل الصحيح لكن أكو حالات مرضية هي سبب تكسر بالـ RBC. فهنا أيضا راح تسبب قلة بالـ HB اللي هي من هاي الأمراض hemolytic anemia والسكل سيل أنيميا يعني فقر الدم المنجلي وفقر الدم الخبيث أو التحللي. واضح؟ السكول سيل أنيميا ناخذ شوية عنه. Serious condition in which the red blood cell can become skull shapes. Shaped بمعنى أنه شكل الـ RBC راح تتحول. طبعا هو النورمال الـ RBC شنو شكلها الطبيعي انه تكون بايكين كونكيف يعني مقعرة ومحدبة من كلا الجانبين وتكون شنو الاستيك مرنة يعني راوند
يكون شكلها بيضاوي. هاي تلاحظون هنا يكون شكلها بيضاوي وبيها امكانات للتقعر والتحدب حتى تمتلئ باكثر كمية من الاكسجين، لكن في حالة السكيل شيب اللي هي حالة المنجل هنا تكون شبيهة بالتقوس الحاد، يعني abnormal hemoglobin هنا تكون شبيهة بشكل المنجل. Skull shaped cell don't move easily through blood. They are stiff and sticky and tend to form clump and get stuck in the blood vessel. شنو معنى هاي النقطة؟ انه ليش السكيل سيل انيميا هي خطرة؟ لانه صعوبة بالحركة بداخل الاوعية الدموية، يعني مو شكلها مرن وممكن انه تنتقل من مكان الى اخر. يعني احنا نعرف انه عندنا هواي من الاوعية الدموية تكون نرون ضيقة القطر، وبالتالي ما ممكن تخترقها، فراح تصير على شكل شنو stiff and sticky tend to form clumps، يعني على شكل تكتلات موجودة بداخل الأوعية الدموية راح يسبب لي الخطر. هذا بالإضافة إلى أنه هو شكلها السكول أنه راح يكون متقلصة، بالتالي راح تنقل لكمية قليلة من الأكسجين، فأيضا راح يسبب حالات الهايبوكسيا. The clumps of the stick. بالتالي هاي الكتل اللي تحدث بسبب تجمع ال RBC بداخل الأوعية الدموية block blood flow in the blood vessel that lead to the lump and origin. يعني الأطراف والأعضاء راح تغلق منافذ تدفق الدم إلى الأوعية الدموية البقية إلى ما بعد التكتل، فبالتالي راح تسبب حالة الانفكشن او الدمج اللي هو شنو موت الخلايا، لان الخلايا اذا ما يوصل لها بلاط معناه انه شنو راح يسبب حالة النكروس. طبعا هنا الار بي سي هنا قلنا احنا كل محاضرة راح نسوي لنا في السؤال عليها، يعني الار بي سي هي شغلها تنقل الاكسجين حتى شنو كل خلايا الجسم راح تصير لها عملية التنفس الهوائي بوجود الأكسجين، لكن الـ RBC هم تتغذى على الأكسجين اللي تنقله؟ هذا هو السؤال المطالبين به، أنه الـ RBC هي تنقل الأكسجين من الدورة الرئوية الجهاز التنفسي إلى بقية أعضاء الجسم، وكذلك تنقل CO2 من بقية أعضاء الجسم إلى الرئتين حتى تكمل عملية التبادل الغازي. لكن الـ RBC هي نفسها هل تستفاد من هذا الأكسجين المنقول بداخلها؟ وإذا إي شلون؟ وإذا لا على شنو تعتمد تنفس الـ RBC؟ فهذا هو السؤال اللي راح يكون واجب لكم، وإن شاء الله ننزله بشكل مختصر أو بشكل مرتب على الكلاس روم. نجي ناخذ العلاجات اللي هي ممكن نستخدمها بالانيميا، اللي هو اهم علاج بهم هو نستخدم الايرون. Total quantity of the iron in the body، يعني الكمية الطبيعية بالجسم للحديد هي 4 إلى 5 غرام. 65 إلى 70% من هاي الكمية موجودة بالار بي سي، يعني بالاتش بي. In the absence of the adequate iron راح يسبب small red cell with the insufficient HBR formant، يعني إذا قلت نسبة الحديد بالار بي سي راح تسبب أنه صغر الخلية، بالإضافة إلى أنه عدم قلة أو عدم كفاية ال HB اللي راح يتكون بداخله. Iron deficiency occur due to inadequate dietary intake as in vegetarian، يعني قلة تناول الخضروات. When iron requirement increase in the pregnancy، كذلك ممكن راح تزداد متطلبات.
الباتة بالحمل. acute or chronic blood loss أيضا حالات الهيموريد المستمرة سواء كانت كرونيك أو أكيوت، كان يكون أكسيدنت، كان يكون الهيمورويد غيرها، كلها هاي تسبب حالات الهيموريد، فراح تسبب بفقدان كميات من الأيرون. treatment of iron deficiency anemia راح نستخدم نوعين من الأيرون حتى نعالج به الأنيميا، اللي هو الأورال أيرون والبارنترال أيرون. الأورال معناتها وجود على شكل تابلت اللي هي الفروس سلفيت والفروس جلوكونات، عندنا نوعين من الايرون او الفروس، يا اما يكون سلفيت او جلوكونات، فكل واحد تلاحظون الجرعه مالته 65 الى 325 ملي غرام المنت ايرون، و 37 الى 230 320 العفو ملي غرام المنت ايرون. لكن هنا ايضا سؤال المواجب نعتبره لكم، شنو الفرق بين الفرس سلفيت والفرس جلوكونات، وايهما افضل لعلاج الانيميا؟ النوع الثاني من الايرون هو قلنا البارنترال، يعني راح يكون حقن، فيسمونه ايرون ديكستران 50 ملي غرام اليمنت ايرون بير ام ال، يعني بير سي سي. إذا تلاحظون هندني الإنفيرون الأمبولات اللي باللون الأسود، هن دائما يستخدمونهن في حالات فقر الدم. adverse effect due to oral iron therapy، يعني دائما الحالات السلبية أو السايد إفكت تحدث بسبب العلاج بالأورالي، اللي هي النوزيا، بجاستريك ديسفورمنت، أبدومينال كريمز، constipation and black stool، يعني كلها علامات هضمية. بعض المواد اللي تسبب قلة أو زيادة بامتصاص الأيرون، فabsorption of iron increased by glucose, amino acid and ascorbic acid، فهاي العلاجات أو المواد الإضافية راح تعجل من الabsorption للأيرون. لكن هناك علاجات شبيه decreased اللي هي الفوسفيت بايكربونات بايل أسيد انتي اسيد ان تتراسايكلين، يعني من تعطي وي العلاجات الاخرى راح تاثر على امتصاصيته، فمثلا من تعطي وي زنتاك تعطي وي تتراسايكلين راح يصير له ديكريز اوف ابسوربشن، لكن من تعطي وي فيتامين سي تعطي وي جلوكوز لا راح يصير له انكريز